حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الوضع الوبائي الآن أصبح صعب، والكل عاد ليتابع بقلق حقيقة ما يجري. أمس واليوم ما يزيد عن 1000، أمس الوفيات 15، اليوم 8. يبدو لي أن هناك بعضا من التذبذب في الأرقام، ولكن حتى تصلنا الصورة بشكل علمي وصحيح معنا الدكتور بسام حجاوي، عضو لجنة الأوبئة. يعطيك العافية دكتور. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. اهلا بك، الله يعافيك ويبارك فيك. ما شاء الله، احنا دائما بنحب نسمع تحديدا نظرتك وقراءتك للارقام مؤخرا، والى ماذا تشير؟ يعني احنا زي ما كنا نحكي والكل بيعرف انه احنا كنا خايفين في ظل اجازه العيد والالتزام اللي ما كانش في مستوى المطلوب، سواء من لبس الكمامة أو التزامات بالتجمعات، وطبعا في يعني معذرة شديدة من الناس إنه إجت من الخليج بعد غياب طويل عن الجائحة. يعني صار في تجاوزات الصراحة كانت ملفتة للنظر من الجميع، فكان لدينا خوف إنه الأرقام قد يعني تزداد، ولكن يعني قد تزداد قليلا الأمر الذي يعني تبقى تحت السيطرة، لانه احنا يعني بنرصد الوضع الوبائي بعد الموجه الثانيه، ووصلنا الى ارقام مقبوله والى معدلات مقبوله. يعني اصبحت عندنا عدد الاصابات اليوميه يعني وصلت في المعدل تاعها وصلت من 200 300 الى 600 700. نعم. لكن تفاجأنا امس انه في ارتفاع يعني زاد عن 1000، واليوم كنت أنتظر أنا فعلا فارغ من الصبر نتطلع إلى الأرقام، لأنه قد يكون يوم شاذ. برضو زادت، صارت 1137 شيء زي هيك، ووفيات يعني الوفيات يعني 8، يعني ضمن المعدلات اللي موجودة اللي كنا نأمل أن تتلاشى الوفيات، لكن ما فيش ما يقلق بالوفيات. لكن إحنا نتطلع أنه الأرقام في زيادة، لكن عشان أنا أقعد أسجل كما يقال على لسان الخبراء انه يعني هل هذا موجي ام لا، لسه بدري للحكم على انه موجي. والموجي عاده يعني ما تبدا بزياده بالارقام، والكل يفكر انه لننتظر يوم او يومين، يعني نهايه الاسبوع ننتظر الاسبوع القادم، لانه الكل كان يتوقع زياده، يعني زياده متوقعه في الاصابات والنسب الايجابيه، لانه في اسباب تعود وراء ذلك. واحنا عاده ما ننتظر 10 ايام اسبوعين عشان احنا نقرا الارقام. فعلا صار في زياده بالارقام، يعني هذه الزياده عن 1000 لليوم وامبارح يعني لم نشهدها منذ 11 اسبوع من بعد الموج الثاني، بعد ان تعافينا من الموج الثاني. اامل انا انه في ظل يعني حتى لو نظرنا الى التطعيم ووتيره التطعيم، بتحس انه ناسنا بيشتغلوا على الاصابات، يعني زادت الاصابات الناس بتهرع الى التطعيم، قلت كذا. يعني هذا انا باعتباري ليس منطقا، هي التوعي من الكل مطلوبه بانه يكون في تباعد جماعي، في التزام بسداء الكمامه، وهذا خفيف جدا واتمنى بعودته، لانه لم نعد حتى الان الى الحياه الطبيعيه في ظل قلق عالمي. يعني وليست الأردن الوحيدة في أنه أرقامها عمالها بتزيد، في دول أرقامها زادت، ويعني امتلأت المستشفيات، معدلات الشفاء ارتفعت كثيرا. اللي لا نأمله اللي أنا بحكي عليه أصبح تجربة لدينا الآن باستيعاب من النظام الصحي هذه الزيادة. لكن أنا ما بدي استنى بحيث أنه يصير معدلات الإشغال زايدة، بدي التزام من الناس، بدي وتيرة التطعيم تزيد. البارح واليوم سجلنا يعني فعلا للجرعة الأولى وجرعة ثانية بمعدل 90-100 ألف باليوم، هذا ما يفرحنا. نريد الاستمرار، نريد رفع التغطية، نريد الالتزام، لأنه خلينا نطلع، أنا ما بدي أحكي موجي، لكن زيادة في الأرقام قد تكون بداية موجي، لكن أنا ما بدي يعني أرهق المواطن في التفكير في كلمة موجي وكلمة هذا. في ارتفاع ملحوظ زاد على 1000، نأمل أنه في خلال يومين ثلاثة الأسبوع اللي احنا فيه لنهاية الأسبوع القادم، نأمل أنه نتطلع إلى الأرقام، نتطلع إلى النسب الإيجابية، الفحوصات الإيجابية اللي بلغت 4.4 4.5 امبارح، اليوم نزلت شوي. هذا النزول يعني ما بيبين أنه في نزول حاد أو ارتفاع، لكن هي طلعت عن 3%، كنا نأمل أنه ما يطلعش الرقم عن 5%. ما بدنا نستنى مرة ثانية، يعني مقلق الرقم ومزعج،
نحتاج إلى إعادة تقييم لأرقامنا، لكن إن شاء الله في يومين ثلاثة أربعة خلينا نشوف هل وتيرة الارتفاع عمالها بتصاعد ثابت، واللي هي على شكل ذبذبات لما شاهدناه الأسبوع الماضي. يعني هذا أساس القراءة، يعني إن كان تصاعد ثابت أو إن كان ممكن تذبذبات أو ارتدادات فقط. يعني لو مع بيوم يومين وردت نزلت عن 1000 وعادت إلى ما كانت عليه من 200 ل 400 ل 500 ل 700، بنحس إنه في فحوصات كانت إيجابية لمنطقة ما لفئة ما، لأنه إحنا حدودنا مفتوحة، الناس عمالة بترجع، في أغلب الأردنيين راحوا برا للسياحة، قضوا في تركيا ورجعوا، ما بنعرف كيف ظروف هذه الدول، هل نقلوا عدوى نقلوا كذا، انت بتيجي بتفحص بتلاقيه سلبي، قد يكون بعد يومين ثلاثه ايجابي وهكذا. الفيروس صفاته غريبه، الفيروس لا يزال انك يجب عليك ان تتعامل معه بحذر، فالحكومه عليها مسؤوليه، ما بدنا الحكومه يعني لازم هي تشد من خلال اللجان الرقابيه، ما بدنا الحكومة ترجع لورا، خطتها ماشية من 1/6 دخلت في المرحلة الثانية، 1/7 بدنا اياها تدخل في المرحلة الثالثة والأخيرة بفتح شامل، 1/9 لكل شيء. أرقامنا يجب إنه كل واحد يكون مسؤول عنها، فأتمنى إن احنا نتطلع إلى مزيد من يومين ثلاثة أربعة خمسة أسبوع حتى احنا نشوف أرقامنا كيف تستقر وكيف تؤول له. لكن هذه في أرقام في زيادة، والموجة تبدأ بأرقام هكذا يعني، لكن ما بدنا نصل إن نظل نقول وين الضربة وين الكذا وين على رقم، لا احنا نتمنى انه لا تزيد أرقامنا عن 1000-1500 في المرحلة هذه على الأقل اللي احنا نحتاج فيها إلى مراجعة. طيب دكتور، موضوع ما يخص المطاعيم وخاصة موضوع الحامل والمرضع وغيره، هذه نرجو بس منك تطمين وتأكيد على هذه المعلومات انه لا تأثير عليهم. يا سيدي احنا يعني لجنة الأوبئة قعدنا ووزارة الصحة أكدت انه يعني انت الناس بتخاف لما تيجي تقول انت خير الشخص، يجب عليه ان يختار، يعني عادة المطاعيم المفحوصة والمطاعيم المجربة هي لما أجي أنا أحكي للحوامل بعد الشهر الثالث الرابع، هي ما أعتقد أن يكون هناك إيذاء للجنين، ولا ثبت أن هناك إيذاء للأم، ولا في مضاعفات تختلف عن مضاعفات أي شخص آخر، ولا تؤثر على الجنين ولا على الأم. لكن إحنا يعني لا زالت التعليمات لدينا، التعليمات أنه إذا حامل إذا مرضعة هي أو تخطط لحملها كما كنا في البداية، يعني كثير كلمة تخطط لحملها يعني عنوانها واسع، يعني واحد يبدأ تخطط لحملها وما خططت أو غيرت رأيها فقالت غيرت ما تظلش الاسم يعني هكذا، واحد بترضع ورضعت 6 شهور وبلشت في رضاعة أخرى، يعني هي المنصة والتعليمات جافة تقرأ من قبل ليسوا أطباء ليسوا فنيين، في شكاوي هيك بتكون، بيجي شخص بلاقي في حامل في مرضع راح يعني ما يعطيك، ما راح يتحمل على مسؤوليته لأنه لا يعلم التفصيلات، يعني إحنا نرى حسب الوضع العام للمرأة الحامل للمرضعة بعد 3 شهور الأولى من الحمل بعد كذا، إذا هي رأت ذلك مناسبا أن صحتها ولا تشكو من أي أمراض أخرى مصاحبة للحمل عادية هي تستطيع أخذ المطعوم، لا ترغب فهي حامل وبتجيب ورقة وبتكون هي ضمن في أوامر الدفاع ضمن هذه الورقة اللي هي بتكون فيها واضحة لكن واضحة من المنصة. أيوه. اللي هي حامل في الوقت الحاضر ومعروف أنه قديش حملها، بحيث أنه لو بدأنا نظامنا ب5-8 للتعامل مع الموظفات اللي قد يكون يحملنا أو كذا وآخره، بحيث تكون الأمور واضحة وتكون الأسباب هي كذلك وليست أسباب عزوف عن التطعيم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة، شكرا جزيلا لك. يعني إذن